الجمع العام مر في واحد الظروف جيدة ديمقراطية، تم التصويت على الرئيس بالإجماع المنخرطين. كنظن بأن الأمور كما شفتوا خلافا لما كان يراج ويقال ويشاع، منخرطين بانوا على حسن النية ديالهم وتم التصويت. اللي مهم نتمناو للسيد بدراوي حد موفق، ونتمناو يحقق الأهداف المرجوة، وراه باين على النية ديالو، باين على أنه قادر يعطي الإضافة لنادي الرجاء الرياضي. والرجاء محظوظ على أنه جا عندنا واحد الرئيس اللي كنا كنتمناو قبل، عكس بعض الرؤساء اللي كانوا كيجيو كيعطيونا الأفكار والهضرة الخاوية وكيعطيونا البرامج اللي ما يقدروش عليها. اليوم كاين رئيس يقدر استطاع ماديا ومعنويا يحقق الأهداف. أيوة. لا حنا اللي مهم دابا الأساس ديال النجاح هو كاين، فهمتي، كيبقى التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.